السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده الذكاء هتكلم عن موبايل جديد من أوبو في الفئة السعرية الاقتصادية، بالتحديد من سلسلة الـ A. هتكلم عن الأوبو A3 إكس 5G. اتكلمت في فيديوهات قبل كده عن الأوبو A3 والأوبو A3 إكس 4G، لو حابين تاخدوا فكرة اللينكات في خانة الوصف. المهم إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنعرف كل شيء حرفيا عن الأوبو A3 إكس 5G، وهنعرف كمان إذا كان يستحق الشراء ولا لأ. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا. اهلا بكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدا معاكم اولا بالمواصفات العاديه للاوبو A3 X 5G، والبدايه مع التصميم. تعالوا كده نشوف الموبايل مصنوع من ايه. الموبايل الذكائي مصنوع من خامات بلاستيكيه بالكامل، سواء الظهر او الاطار الجانبي، والواجهه طبعا مصنوعه من الازاز. والموبايل مضاد للصدمات، يعني لو وقع مش هيتكسر بسهوله، ومضاد للغبار وقطرات الماء بشهاده IP54. تصميم الموبايل هو نفس تصميم الاوبو A3 والاوبو A3 X 4G، وبشكل عام تصميم جيد ورائع بتقدمه اوبو في سلسله اوبو A3. وطبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 5G، وبيدعم تركيب كارت ممر علشان تزود المساحه الخارجيه، وكمان بيدعم بصمه الاصبع موجود على زر البار، وبيدعم بصمه الوجه او خاصيه التعرف على الوجه. وكمان الموبايل بيدعم مدخل سماعات الاذن، تقدر تشغل سماعات الهاند فري من خلال مدخل 3.5 مللي. وكمان الموبايل بيدعم خاصيه NFC للدفع الالكتروني الذكي، او النقل الملفات عن قرب في بعض الاسواق او بعض الدول، يعني مش كل الدول الموبايل هينزل بخاصيه NFC. وكمان بيدعم خاصيه AutoG لنقل الملفات عن طريق فلاشه خارجيه من خلال منفذ الشحن. وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودي حاجه ممتازه في الموبايل. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهه كولر او اس 14، احدث واجهه من اوبو. الموبايل هينزل له تحديثات من 3 لـ 4 سنوات، سواء تحديثات امان او تحديثات نظام. اما الوان الاوبو A3 اكس 5G، الابيض والاسود والبنفسجي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العاديه اللي موجوده في الاوبو A3 X5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسيه واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وتحكم على الاداء والبدايه مع البطاريه، واللي بتكون قويه بسعه 5100 ملي امبير مع شاحن سريع بقوه 45 واط سوبر فوك، هيشحن في وقت قليل، ومنفذ الشحن تايب سي. البطاريه من اهم مميزات الموبايل، وحدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل او بتستخدمه في السوشيال ميديا او بتشتغل عليه في اي استخدام انت عايزه. اما مساحه التخزين والرامات، الموبايل بيجي باصدارين. الاصدار الاول رام 4 جيجا مع ذاكره تخزين 64 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 4 جيجا مع ذاكره تخزين 128 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير، يعني هتاخد رام 4 زائد رام 4 بالمجموع 8 جيجا رام. وكمان الموبايل بيدعم تركيب كارت ممر علشان تزود المساحه الخارجيه زي ما انت عايز لحد 2 تيرا بايت. نيجي بقى لشاشه الاوبو A3 X 5G، واللي بتكون من نوع IPS LCD بحجم 6.6 بوصه بجوده ال HD بلس مع معدل تحديث 120 هرتز، هيفرق في سرعه الشاشه خاصه في الالعاب. كثافه بكسلات 264 بكسل لكل بوصه، والسطوع 1000 شمع علشان الشاشه تكون واضحه في ضوء النهار وتحت اشعه الشمس. وموجود على الشاشه طبقه حمايه من نوع الباندا جلاس، وطبعا بتدعم الوضع الليلي ووضع حمايه العين. الشاشه رغم انها IPS LCD ولكن هتقدم اداء جيد في كل الاستخدامات على الموبايل، لانها بتدعم معدل تحديث 120 هرتز، فده هيفرق في سرعه الاستجابه للشاشه. وكمان معدل سطوع 1000 شمع علشان الشاشه تكون واضحه في ضوء النهار وتحت اشعه الشمس. وكمان الوانها متناسقه جدا، ولكن يعيبها انها بجوده ال HD بلس مش بجوده الفول HD بلس. اما الشاشه في الالعاب زي بابجي وكول اوف ديوتي او فري فاير او العاب الرسومات العاليه بشكل عام، هتقدم اداء متواضع جدا. لو انت عايز موبايل للالعاب ما تفكرش في الاوبو A3 X 5G، دور على اي موبايل تاني في اي فئه سعريه تانيه. ده الموضوع بمنتهى الصراحه وكل شفافيه. نيجي بقى لاداء الموبايل، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف، قديم ولا جديد، خلينا كده نشوف. المعالج بيجي من شركه ميديا تيك دايمنستي 6300 5G ثمان النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة، والمعالج الرسومي مالي G57. المعالج مش قديم أول، لكن بيقدم أداء كويس في كل الاستخدامات على الموبايل، سواء كنت بتستخدمه في الألعاب الخفيفة أو حتى في استخدامات السوشيال ميديا. أما الألعاب الثقيلة زي بابجي وكول أوف ديوتي أو فري فاير هيقدم أداء عادي جدا، مش هيكون أداء عالي اللي أنت متخيله. علشان لو فكرت تشتري الموبايل واتفرجت على الفيديو ده، ما انصحكش إنك تشتريه على الإطلاق.
برضو بأكد لك تاني، ده من باب الأمانة والشفافية. تعالوا بقى نشوف كاميرات الأوبو اس ريكس 5G. وأولا الكاميرا الأمامية واللي بتكون بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية هتقدم أداء عادي لا يرتقي للجيد من حيث الجودة والألوان، هتاخد أداء عادي يتماشى مع فئة الموبايل السعرية. دايما بركز لك على الفئة السعرية علشان بس تكون عارف أنا بتكلم في أنهي فئة، عشان ما تاخدش كلام وتقول ان انا قلت كلام عكس اللي انت عايزه. المهم نرجع لكلامنا عن الاوبو اس ريكس 5G، والمره دي مع الكاميرات الخلفيه واللي بتيجي ثنائيه مع فلاش ليد بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0، والكاميرا الثانيه عدسه مساعده للذكاء الاصطناعي. طبعا الكاميرات الخلفيه بتدعم اوضاع الاتش دي ار والبانوراما وتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي، بتدعم تصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرات الخلفيه في الموبايل هتقدم أداء جيد من حيث الجودة والدقة والألوان، هتاخد صورة رايقة واضحة وألوانها متناسقة جدا. نيجي بقى لمحتويات علبة الأوبو اس ريكس 5G، تعالوا كده نشوف علبة الموبايل موجود فيها إيه. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرين من الشركة، وموجود راس الشاحن بكود 45 واط وكابل يو اس بي تايب سي، وجراب لحماية الموبايل ودبوس معدن لاستخراج شريحة الاتصال ودليل بالبيء السريع أو كتاب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة سماعات الأذن، وبعض الأسواق الموبايل هينزل من غير راس شاحن في العلبة. تعالى بقى اقول لك على الخلاصه علشان تعرف اذا كان الموبايل هيقدم قيمه مقابل سعر ولا لا، يستحق انك تشتريه ولا لا. من الاخر كده صديقي العزيز، الاوبو اس ريكس 5G من افضل الموبايلات اللي هتشوفها في الفئه السعريه الاقتصاديه بالنسبه لاستخدامات السوشيال ميديا على الانترنت زي الفيسبوك الانستجرام تيليجرام البرامج اللي زي كده، او حتى في الالعاب الخفيفه بيقدم اداء كويس. اما الالعاب الثقيله زي بابجي وكول اوف ديوتي او فري فاير مش افضل حاجه، هيقدم اداء على قده جدا. علشان بس لو انت عايز موبايل الالعاب دور على اي موبايل تاني في اي فئة سعرية تانية. اما لو انت عايز الموبايل في التصوير هيديك صورة جيدة، ولكن لو انت عايز موبايل خيالي في التصوير برضو ما انصحكش بالاوبو اس ريكس 5G. ومن مميزات الموبايل برضو البطارية كبيرة تكفي لكل الاستخدامات طوال اليوم. دي الخلاصة كل شيء عن الاوبو اس ريكس 5G. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الموبايل. هقول السعر العالمي للموبايل والسعر المتوقع في بعض البلدان العربية. سعر الموبايل بالنسبة لنسخة الرام 4 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 165 دولار امريكي، بالمصري 7000 جنيه، وبعض المواقع عامله عروض للموبايل بسعر 6600 جنيه. اما سعر الموبايل في السعوديه 599 ريال، وفي الامارات 589 درهم، والسعر بالمغربي 1737 درهم، وبالقطر 615 ريال. اما سعر الموبايل بالجزائري 34143 دينار، واخيرا سعر الموبايل بالدينار الاردني 116 دينار. ده سعر الموبايل لنسخه الرام 4 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت بالدولار الامريكي، والسعر المتوقع في بعض البلدان العربيه. لازم تعرفوا اصدقائي الاعزاء ان السعر قد يختلف بالزياده او النقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق، كل دوله وليها سياسه تسعير. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت تفيدكم بشكل كبير. وبكده نكون انتهيت من سلسله الاوبو اس 3. استنونا دايما في عالم الموبايلات، هقدم لكم كل شيء عن كل الموبايلات الفتره اللي جايه. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. ما تبخلوش على حقوقكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني على اليوتيوب. اما لو بتشوفوني على الفيسبوك لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.